التخرج من الجامعة والعمل بوظيفة مميزة ودخل معقول، تلك هي طموح الشباب في محافظة الكرك. يتجه بعض الشباب إلى التغيير من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية في جامعاتهم والدورات المعقودة في المراكز والجامعات، بحثاً عن التغيير وإيماناً منهم بأن التغيير يبدأ من النفس وأن المستقبل أفضل بتطويرنا لذاتها. أول شيء طموحي في الحياة أنه أنا أكمل دراستي إن شاء الله وأجيب شهادات عليا وأشتغل في مجال دراستي اللي هو المحاسبة، وأثر في الاقتصاد الوطني بإذن الله، ونحسن صورة الشباب بالنسبة للوطن أنه إحنا فرسان التغيير زي ما بيسمونه، وإحنا إن شاء الله بإذن نصنعه وبإذن نطور هالطموح ونحسن أمور الاقتصاد في البلد. وأهم شيء أنه في حياتنا أنه تكون دولتنا دولة بإذن الله كاملة، يعني مستغلين كامل مواردها ومستغلين كل أنشطتها أنه إحنا تكون دولة متكاملة 100%. كثير من الشباب في هذا الوقت الحاضر يفتقدون الرؤية الواضحة والطموحات المتبصرة، ولذلك فهم يسعون أو يذهبون إلى المستقبل عفو الخاطر دون تخطيط أو تنظيم. ولعل أجدر ما ينبغي أن نقترحه بهذا الشأن أن يكون للشاب هدف يسعى إلى تحقيقه، وأن يبذل في ذلك أو في سبيل تحقيقه وقته وجهده. ولعل المتنبي كان صادقا عندما قال: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فإن سيرة العظماء وتاريخ العظماء جميعهم يحدثنا عندما كانوا يخططون للمستقبل أنهم كان لديهم أهداف يريدون تحقيقها ويبذلون أنفسهم في سبيلها. وفيما يتجه الشباب نحو الدراسة والتدريب والتطوع، يأمل بأن المستقبل سيكون لهم ومعهم وأكثر إيجابية. روع بياضة، برنامج من نوفينا.